ساعات ساعات المشاكل تلاقي السيسي يلبسها في التجار، ما هو ما عندوش حل. التجار يقول له عايز ياخد منهم فلوس، فنشوف النهارده بيقول ايه على التجار كده، او بيقول ايه مع صاحب مصنع. بس اتكلم معايا كده زي ما المبادرات اللي بتقدمها سيادتك. مفيش مبادرات ولا بتاع، خليك في اللي في دماغك، كلمني في اللي في دماغك، ما اسمعش حد ولا اللي بيبص لك ده، كلمني في اللي في دماغك. مبادرات ايه وبتاع ايه؟ طب انت غليت العلف ليه بقى يا احمد؟ ما كرتونة البيت غليت؟ لا انا العلف عندي يا فندم رخيص. انا صحيح. لا مبدئيا بس نتوقف عند الفيديو ده بمشيئة الله، لأن الفيديو ده السيسي أثبت النهاردة أن الناس دي حافظة الكلام. السيسي أثبت أن الناس اللي مطلعها دي حافظة الكلام. بص في أول الفيديو بيقول للراجل إيه، بيقول له سيبك من اللي بيبص لك ده، هات الحتة دي علي أول الفيديو خالص. بس اتكلم معايا كده زي ما بكلمك. المبادرات اللي بتقدمها سيادتك. مفيش مبادرات ولا بتاع، خليك في اللي في دماغك، كلمني في اللي في دماغك، ما اسمعش حد ولا اللي بيبص لك ده، كلمني في اللي في دماغك. بس ولا اللي بيبص لك ده، السيسي بيقول له خليك في اللي في دماغك، كلمني في اللي في دماغك وما تسمعش كلام حد ولا اللي بيبص لك ده. معنى كده ان في واحد اوف كاميرا، يعني بره الكاميرا بره الكادر، واقف بيعمله كده. نشكر السلطان علي حسن سلوكة على حسن سلوكه. اول مصحف هو اللي قال مش انا، بيقول له كلمني باللي في دماغك ولا تسمع كلام حد، يعني عنده نص بيقوله وما اسمعش كلام الراجل اللي بيبص لك ده. يعني في واحد واقف كمان ملقن قاعد في كمبوشة بتاعت المسرح وقاعد يقول له كده، تخافش قول الكلام اللي في دماغك، سمعها للناس تانية يا علي. أنا بقى لافت نظري حاجة تانية، بس سمع دي للناس تاني عشان تثبت لك إن الناس حافظة كلام بتقوله، وإن في واحد كمان واقف بعصاية يقول ها اسمع. بس اتكلم معايا كده زي ما بكلمك. المبادرات اللي بتقدمها سيادتك. مفيش مبادرات ولا بتاع، خليك في اللي في دماغك، كلمني باللي في دماغك، ما اسمعش حد ولا اللي بيبص لك ده، كلمني في اللي في دماغك. يا حضرات جبت حاجة من عندنا؟ مش تعرف بس الناس بتطلع حافظة أدوار، وكمان في حد بيراقب الممثل أدى دوره كويس ولا لا؟ أه والله. أنا مرة شفت موقف لمبارك عجيب شوية. كان زكريا عزمي بطل الموقف ده. كان حاجة زي معرض شباب كده، منتجات شباب. وبعدين مبارك ممنوع تخش على الدائرة الصغيرة بتاعته دي، يعني لما كانوا كلامهم بعيد. وهو نفس القصة ده يعني. ففي بنت في المهرجان، مؤتمر الشباب ده، مهرجان شباب، معرض شباب، معرض بيعملوا منتجات الشباب الصغار وبتاع. ففي بنت ضفيره كده وراحت داخله، يا ريس يا ريس، داخله عبيطه شويه، يعني مش في دماغها، يعني مش عبيطه قصدي، يعني على نياتها داخله فاكره بقى ان يا ريس انا عايز اقول لحضرتك. زكريا عزمي جابها من الضفيره كده، كانت ورا. طبعا زكريا لما جابها، زكريا عزمي، هو وصلها لنقطة الباقي بقى تولوها. دي كانت ايه؟ عارف انت المدرب كده لما بياخد كاس العالم ويقعدوا يشقطوا لبعض كده؟ دي اتشقطت لبعض، كانت بره. فهو النهارده بيقول نفس القصة، ان ده سكريبت، فبيقول له لا كلمني في اللي في دماغك انت. سيبك من الكلام اللي بيقولوه، كلمني في اللي في دماغك انت. هو ما تبصش للراجل اللي بيبص لك ده.